عايزين نعرف منك في البداية، يعني الاستعدادات اللي بتجرى الآن، ايه اللي بيحصل في الكواليس بين المنتخب وبين كارلوس كيروش، وهل فعلا تم الاتفاق على القائمة النهائية للمشاركة ان شاء الله في المجموعة الرابعة؟ يمكن في آخر ساعات دخل معسكر حالة من التفاؤل الشديد عند الجميع، رغم التصريحات اللي كانت مثيرة لمستر كارلوس كيروش حول انه مش رايح ينافس على امم افريقيا، وان التارجت او الهدف اللي جاء من اجله للمنتخب المصري هو الصعود الى كاس العالم، لكن اللاعبين مركزين جدا جدا ومتفائلين وعندهم ثقه كبيره جدا في قدراتهم على المنافسه لاخر لحظه. كمان يمكن تواجد محمد صلاح ده دافع كبير جدا للاعبين بعد رسالته الواضحه جدا جدا ان احنا مش رايحين زي ما قال مستر كيروش بدون هدف، لا هدفنا واضح جدا، نحلم باللقب ونسعى اليه وقادرين على تحقيق هذا الحلم، فبالتالي رساله صلاح. طب كده مفيش توافق ولا ايه؟ ده مؤشر ان مفيش توافق؟ يمكن صلاح يعرف مصر اكتر، يعرف اسم منتخب مصر اكتر واصرف في داخل افريقيا، لكن ربما كيروش لا يعلم ذلك جيدا، وربما الاتفاق اللي تم معاه كان فيه بعض يمكن خليني اقول لك بشكل صريح معلومه ربما ما اتقالتش قبل كده، ان اللي اتفق مع كارلوس كيروش قال له امم افريقيا مش هتتلعب بالاساس، يعني كان عنده معلومه ان امم افريقيا لن تقام وهيتم تاجيلها، فبالتالي الراجل ما كانش عنده استعداد انه يكون منافس على لقب هذه، يعني ما سالش عنها. طيب نعم ما سالش عنها، ما عرفش دي بالنسبه لنا ايه. هو للاسف الشديد ربما لم يتم نقل اهميه هذه البطوله بصوره كامله لهذا الرجل، لكن في الساعات الاخيره وبعد كمان خلال تواجد وزير الشباب والرياضه في معسكر المنتخب اكد له بشكل واضح جدا ان امم افريقيا هدف والفوز بها هدف لا يقل ابدا عن الصعود لكاس العالم، بل قد يفوق هذا الهدف، وبالتالي طالبه بانه يكون واعي جدا جدا لهذا الهدف وان احنا رايحين ننافس. وزي ما قلت كمان صلاح اكد ده ورسخه عند جميع اللاعبين، كمان احنا عندنا شخصيه اللاعب المصري وعدد كبير من اللاعبين تمرست على الفوز بالبطولات، خاصه لاعبي النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بالتحديد وفوزهم المتتالي بالبطولات، كل ده بيقول ان احنا ان شاء الله نكون جاهزين وقادرين اننا نبقى ند قوي لكل منتخبات افريقيا المرشحه للفوز بالبطوله.